بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هنا ثيرابيوتيك دايت. ثيرابيوتيك دايت هي عبارة عن الوجبات العلاجية. كيف يعني وجبات علاجية؟ يعني أن مثلا واحد مو قادر يأكل، كيف ممكن يأكل وهكذا. الثيرابيوتيك دايت أول شيء الوجبات العلاجية. The word therapeutic related to the healing of disease. يعني therapeutic يعني علاج. الأنظمة الغذائية العلاجية. therapeutic هي related to شو؟ healing of disease. therapeutic يعني كلمة علاجية تتعلق بشفاء مرض ما. تمام؟ أوكي. The word diet relates to the food and drink that you regularly eat. الدايت معناها مو الدايت يعني ان الدايت يعني اكل صحي، لا. الدايت مالك انت عبارة عن شو؟ اكل صحي غير صحي، يعني الاكل اللي تاكله عادي، عرفتوا؟ therefore therapeutic diet referred that use of diet or certain food to treat and manage disease. مع ذلك لذلك يشير النظام الغذائي العلاجي الى استخدام نظام غذائي واطعمه معينه للعلاج والاداره. يعني therapeutic diet هو عباره عن شو؟ عباره عن certain food to treat or manage disease، يعني اكل معين ناكله للمريض عشان يعالج ويسيطر على مرض ما. تمام. عندنا هنا شو يا جماعه؟ عندنا هنا nutrition. النيوتريشن يعني تغذية، يعني eating and drinking the food need for health and growth، يعني تناول وشرب الأغذية اللازمة للنمو والتطور. for health للصحة والنمو. هاي نيوتريشن. النيوتريشن يعني تغذية، يعني شو؟ eating and drink. نيوتريشن يعني غذاء، عشان شو؟ عشان صحتي وعشان لما أكبر. therapeutic diet is a special diet plan digestion designed by healthcare professional. therapeutic diet هي عبارة عن specific diet، يعني therapeutic diet النظام الغذائي العلاجي هو عبارة عن شو؟ خطة نظام غذائي خاص منصممها design with healthcare professional. it controls the intake of certain type of food or nutrients based on the nutritional needs. هي تتضمن intake certain type of food، إن أكلكم لنوع معين أو أنواع الأكل اللي تاكلونه والتغذية، يعني النيوتريانس يعني المغذيات، عرفتوا؟ تعتمد على النيوتريشنال نيت. مثلا أنا عندي فقر في الدم، نقص حديد، يروحون يعطوني أكل فيه حديد وهكذا. and health status of patient، ونوع وصحة وتصنيف صحتكم والحالة الصحية، عرفتوا؟ هاي الحالة الصحية تسمح أنك تاكل هذا الشيء ولا ما تسمح وهكذا. therapeutic that can be alert for nutrients texture food allergy تكستشر. يعني أول شيء therapeutic diet اللي تعتمد على النيوتريانس المغذيات. التكستشر مثلا واحد ما يقدر يبلع، نروح نسوي له أكل مطحون، نسوي عملية وهكذا. food allergy أنواع الحساسية، أكل فيه حساسية. أو food intolerance وعدم تحمل الطعام. هني عندي what benefit from therapeutic diet، شو فوائد therapeutic diet، منو يستفيد من الأنظمة الغذائية. it is very important for people who have an illness or disease to have healthy diet. وايد مهم من الناس اللي عندهم illnesses أمراض أو disease إنهم يكون عندهم healthy diet، يعني أكل صحي. حلو. therapeutic diet النظام الغذائي إنزين العلاجي can be benefit individual with health conditions such as، ممكن يكون شو مفيد للأفراد اللي يعانون من حالات صحية، مثلا شو cardiovascular disease. كيف يعني حالة صحية؟ واحد عنده أمراض في القلب، مثلا واحد عنده كوليسترول في القلب، كوليسترول في الشرايين، يعني هي الشرايين ترى تعتبر من الكارديوفاسكولار الكوليسترول يعتبر من الكارديوفاسكولار ديزيزز، يعني في دهون في الشرايين. يعني شو نسوي؟ نقلل من ناكل مثلا الساتوريتد فات اللي هي الدهون المشبعه والمعالجه، وهي الدهون الصناعيه نقللها. واحد عنده الضغط ما ياكل اكل فيه ملح وايد، صح ولا لا؟ هكذا، عرفتوا؟ يعني نظام الاكل. اوبيزيتي، واحد عنده سمنه يحط اوقات للاكل، يتجنب الكاربس شوي، يتجنب الفاتس وهكذا. دايابيتس، واحد عنده السكر يخف من السكريات. فود أليرجي، واحد عنده حساسية من أكل معين يبتعد عنه، ما يتقرب صوبه أبدا. دايجستيف ديزيز، أمراض الهضم، عرفتوا؟ مثلا ممكن يكون عندنا قولون مثلا ما يتحملون مثلا الخمير وهالسوالف، يبتعدون عن المخبوزات وشوية أشياء. إيتينج ديس أوردر، اضطرابات في الأكل، في ناس ما يقدرون يأكلون، عرفتوا؟ فروح نسوي لهم خطة. therapeutic diet can play very important role to manage of disease. الأنظمة الغذائية العلاجية تلعب دور مهم في إدارة المرض. they can reduce the amount of medication that it's need. يقلل من نسبة ال medication إحنا نحتاجه. يعني مثلا
واحد عنده الكوليسترول عالي خاص يسوي رياضة أو يخف من الدهون وهكذا، فأنا ما لدي أروح أخذ دواء بنسبة عالية عشان يحرق لي يشل الدهون اللي على الشرايين، أنا قاعدة أخفها وقاعدة أمارس رياضتي فخلاص عرفتوا. سو أنا لما أهتم في أكلي ما راح أحتاج الأدوية وايد، حتى أصلاً أنتوا الحين لما تهتمون في الأكل ما راح يكون عندكم سمنة، ما راح يكون عندكم المشكلة أن تحت حافيلكم درسين، فحمد الله أنهم حافينهم يعني، بس إنه كانوا يشرحون أشياء حلوة. مثلاً على سبيل المثال عندك سكري فما يحتاج تأخذ جرعة كبيرة من الأنسولين، ليش؟ أن أنت مخفف منه عرفتوا. increase quality of life even increase life expectancy، يعني حتى مثلاً أنتوا لما تأكلون أكل دايت صح حياتكم كواليتي مالها أوكي، تقدرون تمشون تمارسون الرياضة تلبسون اللي خاطركم فيه صح، حتى اللبس كل شيء تبونه تقدرون تسوونه الحمد لله. increase life expectancy يعني حتى زيارة متوسط العمر المتوقع عرفتوا، يعني تقدرون تعيشون أكثر. أما أمراض أكل أمراض غلط. in some case therapeutic diet can cure some condition، الحفاظ على وإن نحن ناكل نتبع حالة غذائية صحية يخلينا نتعافى من شو بعض الحالات. example someone has hypertension، واحد عنده ارتفاع في الضغط، that may be able to get their blood pressure back to healthy life by making change on their diet، يعني واحد عنده الضغط عالي يقدر انه هو شو يخلي البلاد بريشر باك تو هيلثي، يرجع للطبيعي. كيف؟ يخلي اكله صحي، يبتعد عن الاشياء الدسمه اللي فيها ملح، البهارات الزايده وهكذا. عندي هنا وات ار ثيرابيوتيك دايتس نيد، شو تحتاج الثيرابيوتيك دايت؟ يلا معي. اللي تحتاج عديد من في وايد واي ار ثيرابيوتيك دايتس نيد، ليش نحن نحتاج أنظمة غذائية؟ ليش؟ There are many reasons why patient may be given a therapeutic diet. في وايد أسباب تدفع المريض على اتباع نظام علاجي. Some of the common reasons include the following. في وايد أسباب تتضمن هالأشياء. Increase or decrease element type of food nutrients such as dairy or salt. ممكن نحن أسباب الشائعة إن نحن نبشو ان هاي شويه من الاشياء شويه من الاشياء الشائعه، ليش الناس قاعده يسوون ثيرابيوتيك دايت عشان يزيدون او يقللون مثلا العناصر الغذائيه في الاكل، النيوتريانتس تايب اوف فود اور نيوتريانتس، يعني مثلا هذا الاكل لازم يكون فيه شو يا انكريز يا ديكريز ملح، في مثلا الناس عندهم الصوديوم نازل زيدوا شويه الملح في الاكل، في ناس مثلا عندهم الضغط لازم يخفون من السكر وهكذا، فهمتوا علي؟ في ناس لازم منتجات الألبان تتحسس منها تخف منها وهكذا. to maintain or improve nutritional status، عشان نحافظ على الحالة التغذوية او نحسنها، وحدة عندها نقص بداية نقص في الفيتامين تحسنها على طول عرفتوا، قبل ما يبدأ يطيح شعرها، او بداية نقص في الحديد تحسن الحديد قبل ما تدوخ ويغموا عليها ويصير عندها فقر في الدم وهكذا. to provide extra calories for weight gain، نحن ليش نحتاج حمية غذائية؟ ناس ضعاف لازم يزيد وزنهم، فنعطيهم شو اكسترا كالوري عشان يزيد وزنهم بطريقة صحية، مش يزيد وزنهم بطريقة غلط مثلا يرتفع فجأة الكوليسترول وهكذا. ترى لو نحن مثلا زدنا وزننا بطريقة غلط الكوليسترول يرتفع وهكذا. بالانس دايت عشان نوزن الاكل. to remove certain food that affect medication، نشيل الاكل اللي اثر على الميديكيشن. مثلا اكل فيه مثلا يقول لي لا تشربين غازيات وانت تتعالجين هذا العلاج عرفتوا، ابتعدي عن الشاي، يعني احنا قاعدين مثلا الشاي ممكن هذا يضرج، ابتعدي عن العصير الفلاني عرفتوا، هذا يعني في ادوية في اكل لما تاكلونه مع الادوية يضركم فهمتوا. to help weight with digestion، يساعد على الهضم، في ناس عندها مثلا مشاكل في القولون والالتهابات وهكذا هذا يساعدهم. to remove food due to allergy or intolerance، نشل الاكل مثلا الناس يتحسسون وهكذا، احنا نشيل الاكل اللي يكون فيه حساسية او intolerance او اضطرابات. to provide change in texture due to problem with chewing or swallowing، في ناس مثلا مركبة تقويم نسوي لها نظام غذائي عشان هي ما تقدر تمضغ الطعام، او مثلا في ناس ما عندها اسنان عرفتوا، or swallowing البلع، في ناس عندها مشاكل مسوي عملية وهكذا. عندي هنا type of therapeutic diet، انواع therapeutic diet. Therapeutic diet can be grouped together depending on the type of modification or change that happening to the diet.
يعني يقول لي إحنا أن أنواع الأنظمة العلاجية يمكن تجميع الأنظمة العلاجية مع اعتماد على نوع التعديل أو التغيير. ممكن أنا في واحد مثلا عنده فقر دم وكبير في السن مو بقادر يبلع، فأنا شو أسوي؟ أروح أعدل التكستشر، أروح مثلا الأكل أخليه شوية مهروس وأزيد فيه شو نيوتريشنال موديفيكيشن، يعني أن أعدل المغذيات، أزيد من الأكل اللي فيه حديد وأحط سبانخ وكالسيوم أشياء هكذا. ممكن فهمتوا علي كذي؟ عرفتوا يعني نقدر ندمجهم مع بعض. Or change that happening on that is happening on the diet. أو إن شو يعني يا إن تعتمد على نوع التغيير أو التعديل يحدث النظام الغذائي. يعني نحنا نقدر نجمع الجروب، نقدر نحنا نقدر نجمع الأنظمة الغذائية العلاجية، نقدر نجمع كذا شيء. ممكن يكون أكل مهروس وفي وايد نيوتريانت وناقص منه شيء وهكذا، نقدر نجمعهم مع بعض اعتمادا depending on the change on the happening of diet، يعني اعتمادا على نوع التغيير أو التعديل اللي بيحدث النظام الغذائي أو الشخص اللي يحتاجه. Look at some of the most common type of therapeutic diet. هاي therapeutic diet وأشهر الأشياء. Nutrients modification يعني تعديل المغذيات. Texture modification يعني إن شو إن التكستشر لازم يكون شو إن ملت يكون مهروس. فهمتوا علي؟ additional feeding أضيف مغذيات، أضيف مثلاً فيتامين وهكذا. food allergy intolerance modification حساسية الطعام وعدم تحملها. tube feeding في ناس يأكلون في التيوب، عرفتوا في البيب، فهذه بعد يعني لأنه ما يقدر يبلع يكون مثلاً فاقد الوعي وهكذا. nutritional modification تعديل المغذيات. هنا عندي this is where one or more nutrients are added to remove from the diet. هنا هذا هو ما يتم فيه إضافة أو إزالة واحد أو أكثر من العناصر الغذائية. Nutrient modification are normally used to help fight disease such as osteoporosis. إني تستخدم تعديلات المغذيات عادة لمكافحة أمراض مثل شو هشاشة العظام والهايبرتنشن. هايبرتنشن يعني ضغط الدم أو دايبيتس. في ناس يبدأ يصير عندهم مثلا مقاومة بداية مثلا إن السكر تراكمي عالي، يعني هم معرضين انهم ينصابون لشو الديابيتس 2. طبعا هذا الدرس حذفوه بس السنه الماضيه كان موجود. ليش؟ لان السكر التراكمي عالي، ياكلون سكر زياده، يعني لو استمروا شهرين زياده على طول بيهم السكر ديابيتس. فاحنا شو يروحون يسوون نظام غذائي، فهذا احنا خلاص قضينا على المرض السكري من النوع الثاني. كذلك ارتفاع ضغط الدم، الدم يرتفع يوم يكون الاكل فيه وايد، ضغط الدم يرتفع لما يكون الاكل فيه وايد أملاح وهكذا، عرفتوا؟ adding or removing nutrients can reduce the effect of disease. نحن لما نضيف أو نزيل بعض النيوتريانس العناصر الغذائية ممكن يقلل من أثار المرض. عندي إحنا شو الكومون nutrients modification diet include، يعني أكثر شيء الكومون nutrients يعني تشمل الأنظمة الغذائية الشائعة، تتضمن الأنظمة الغذائية الشائعة المعدلة بالغذائيات، يعني اللي نيوتريانس اللي احنا نحطها على الأكل. يعني كيف نعدل الأكل؟ يعني شوفوا مثلا شلون هذا الأكل نعدله، كيف معدلينه؟ شو هذا أكثر شيء مشهور؟ low sugar diet يعني أكل ما في سكر وايد، low sodium diet يعني الصوديوم اللي هو الملح، low fat أكل ما في دهون وايد. الفات تكون مثلا ممكن أكل معلب، هاي الدهون اللي تكون على السكريات، دهون مشبعة، دهون مصنعة، زيوت يعني بدل ما نحن مثلا نقلي نشوي وهكذا. هاي فايبر دايت يكون مثلا نظام غذائي عالي الألياف، ناكل خس وايد، ذرة وايد وهكذا. رينيل دايت يعني نظام غذائي كلوي، أشياء تأثر على الكلية، نخفف من الصوديوم ونخف من البوتاسيوم والفسفور. أوكي التكستشر موديفيكيشن، التكستشر موديفيكيشن يعني شو؟ إن اللمس. أوكي يلا معاي سؤال بي في الامتحان، التكستشر موديفيكيشن نحن نعدل من التكستشر، يعني منعدل من شو؟ من القوام الأكل يكون سائل مهروس. ليش؟ حق الناس اللي عندها ديسفيجيا. ديسفيجيا شو يعني؟ صعوبة في البلع. سؤال في الامتحان، ليش نحن نسوي التكستشر موديفيكيشن حق الناس اللي عندها ديسفيجيا؟ أوكي حق الناس اللي عندها صعوبة في البلع، وايد مهم وايد مهم وايد مهم.
Swallowing is a complex function. البلع هي وظيفة معقدة. When we eat food, لما ناكل, it is chewing and move around the mouth until reach in the area that back of tongue. أول ما ناكل الأكل التامنون ضغيمين يمين يمين يسار يمين يسار يمين يسار لين يوصل الجزء الخلفي في اللسان, وهناك شو خلاص يروح back to the tongue. Then بعدين شو يصير swallow reflex. Swallow reflex is تراجرد. انزين يعني هاي الناس الطبيعية, انتو شو تاكلون الاكل تمضغونه لين توصلونه ورا صح ولا لا؟ ايوه اول شي تاكلونه من قدام اسنانكم اللي قدام تمضغون تمضغون يمين يسار عقب خلاص لي ورا, هاي حق الناس الطبيعية تمام. For some people the brain does not register when the food reach the area. Some people not have teeth properly chewing food. اول حالة عندي ان المخ not register when food reach this area, يعني يوم انا ابي ابلع الاكل المخ ما يعطي اشارة ان ابلعي, المخ ما يوصل, يعني عندهم مشكلة في الاعصاب عرفتوا, فصعب انهم يبلعون او المخ ما يستوعب ان في اكل ويوصل الاحساس متأخر فصعب انه يبلع. اوكي ثاني شيء people ما عندهم teeth, not have teeth, ما عندهم اسنان to properly chew food, ما عندهم اسنان عشان يمضغون الاكل عدل. Eating and drink can become slow and difficult process. فمن هاي الحالة الشرب والأكل بتكون عندهم شو عملية صعبة. And choking is a hazard. ويقولنا هنا ممكن يسبب لي شو choking شو يعني اختناق, يختنقون الأكل واقف هني مو قادر يبلع يختنق عرفتوا. The medical term used to describe when people have a problem with swallowing food is dysphagia. So the medical term يستعملونها شو يعني a problem in swallowing, يا مشاكل في البلع يعني dysphagia. هاي بسؤال في الامتحان يلا a problem with swallowing شو معناتها dysphagia شو معناتها problem with swallowing, هذا السؤال بيه في الامتحان. اوكي dysphagia شو معناها, كيف انا كنت احفظها للطلاب او في الملخص اتذكر كانت مكتوبة dysphagia يعني من فجعة, dysphagia من مفجوعة فجعة عرفتوا, انه هذا كان ياكل وايد خلاص صار عنده dysphagia يعني انه وقف الاكل ما يقدر يبلع عرفتوا, problem in swallowing كان يبلع يبلع يبلع, dysphagia يعني فجعة يعني فجعة من مفجوع الحين صار عنده dys يعني خلاص ما في عرفتوا, dysphagia يعني dys انفجاع ما في انفجاع ما يقدر يبلع صار مش مفجوع. The texture and consistency of food can be modified to make eating easier for these people. طبعا هنا يقول لي عندي شو خلاص يمكن تعديل قوام الطعام وخليه شو اسهل حق هاي الناس عرفتوا. بس والله there are three main level of texture modification of food. في ثلاث ليفل ثلاث مراحل حق شو التكستشر اوف فود. يلا اول شيء شو يكون سوفت ناعم. When food cooked or cut is it can be easily chewing with minimal effort, يعني تكون طرية يعني منيح اني تم طهي الطعام او تقطيب حمص بحيث يمكن مضغه بسهولة. اوكي المنسد and moist يعني نفس mashed potato هالأشياء. Food soft easily mashed يمكن هرسة. With fork any lumps that are present are smooth, أو أي كتل تكون على الحاضر نحو سلس. يعني شو إن إحنا عنا شو إن soft يعني شو يكون ناعم يعني سهل إن إحنا نمضغه مثلا فهمتوا علي. هني شو يكون المنسد يعني or moist يعني مهروس يعني أول ما نحط ما easily mashed with fork أول ما نحط الشوكة عليه على طول ينهرس يذوب. البيور دايت شفتوا العصيدة يكون نفس القوام عرفتوا العصيدة يعني نفس السيرلك. في ناس ما يعرفوا العصيدة. أوكي food is smooth moist and lump free, إن الأكل ناعم ورطب وخالي من التكتلات. Sometimes pure food is grainy, ممكن يكون الطعام مهروس محببا عرفتوا يعني في حبوب يعني حبوب مهروسة. soft خلوني أقولكم شو معنى soft food, أبعطيكم أمثلة بس دقيقة. soft food يا الله يعني
نفس شفت التوست كيف سوفت، التوست خبز التوست كيف ناعمة، وهكذا. التيوب فيدينج، التيوب فيدينج people may need tube feeding because they cannot get enough nutrients on their own. ممكن ليش شو يعني تيوب فيدينج؟ هو عبارة عن هذا التيوب، احنا نسميه نازو جاستريك تيوب، بس هو انتو عندكم تيوب فيدينج يعني انبوب التغذية. هذا الانبوب يدخل لين المعدة ونحط فيه شو سائل يكون فيه مواد غذائية. ممكن يكون الشخص فقد الوعي، كبير في السن، ما يقدر يبلع، وهكذا. People need tube feeding because they cannot get enough nutrients، لأن ما عندهم مغذيات، يعني حديد وفيتامينات ومعادن، ما يقدرون يأخذون enough. This could be because they have a problem with their mouth or have difficulty swallowing. ممكن تصير لأن عندهم مشكلة في حلجهم أو صعوبة في البلع. The nutrients they received are similar to normal food and their bodies digest them in same way. يعني السائل اللي ينحط يكون فيه نفس similar normal food، قريب من الأكل، نفس قريب من الأكل زين. وشو بعد؟ وجسمنا يقدر يهضمه عادي حال الأكل الثاني أو الأكل اللي ناكله بالحلج، عرفتوا؟ لأنه already كل للمعدة التيوب موصل، شايفين هي التيوب موصل للمعدة. In some cases tubes are inserted through nose or mouth and go down into esophagus into the stomach. So the tube بيكون شوف بعض الحالات يا أما ندخله من الحلج or nose، يا أما من النose or mouth، يعني من الحلج أو الخشم الأنف أو الفم. And go down to esophagus، يروح عبر المريء لين شو الستمك، الستمك اللي هي المعدة، esophagus المريء. إنزين. In other cases tube are inserted directly into stomach، في بعض الحالات البيبي ينحط من البطن، يسوون فتحة من البطن وتنحط. أوكي خلصنا.